أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَوَهَبْنَا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته
ما كانوا يعملون.
فإن يكفر بها Oh.